في هذا الشهر الغفران تنتوجه لجميع القلوب الرحيمه تعاون معايا. اني كنعيش في ظروف مزريه بزاف، حاولت نتحدى الظروف لكن ما قدرتش. عندي 5 الوليدات، يعني في هذا السن اللي محتاجين ليا بزاف. عندي اطفال صغار محتاجين ليا بزاف، والكبار اللي في سن المراهقه رغم انني قلت كبروا ولكن في سن محرجه محتاجين ليا فيها بزاف. يعني الام اللي تتحدى واحد الظروف كتحاول تقوم بجوج الحوايج، يعني بالدور ديال الاب والدور ديال الام. حاولت انني نقاوم بزاف ديال الظروف اللي ما تحملتش انني نعيشها، ولو انني صبرت وعشتها في شرد وليداتي باش ما يتشردوش ليا. يعني الاب انقطع العمل وبسبب هذا انقطاع العمل ما قدرناش باقي نعيشو بزاف المسائل. يعني ابسط الحوايج اللي خصنا نعيشوها ومحقنا نعيشوها، يعني السكن، ابسط الحوايج هي السكن. ما محسينش براسنا راه حنا مستقرين. خرجت خدمت ما خليت فاش خدمت، خدمت في ديور، خدمت في حمام، خدمت في قهاوي، خدمت في باتيسريات. دابا كنحاول ندير اي حاجه باش وليداتي ما يتشتتوش ليا، وما قدرتش، ما وصلت لتا شي حاجه. يعني انا تفرضت عليا الظروف نعيشها، صبرت ليها بزاف، وليداتي ما قدروش يصبروا ليها. تنشوف وليداتي صبروا معايا بزاف وتحملوا بزاف وعانوا بزاف. يعني هاد الوليدات هما من حقهم يعيشوا، من حقهم يلعبوا، من حقهم اي حق خصهم يعيشوه ما عيشتهمش انايا، وما قدرتش نوفرو ليهم. لدرجة وليداتي كي جميع العنف ولاو تيفرغوا في بيناتهم. يعني فين هو الدور ديال الام اللي كتكون خارجه ضل ما كايناش في الدار؟ فين هو هاد الحنان اللي تفرغوا الام على وليداتها؟ ما كايناش في الدار. كتحاول توفر لهم لقمة العيش باش يعيشوا، إلا هم أنهم حاسينش بالاستقرار، لأنهم ماشي الماكلة هي كلشي. ديك الدار أصلا اللي جالسين فيها حاسين براسهم أن غادي يجي واحد النهار غيخرجوا منا. تحملت بزاف وقاومت بزاف ولكني ما وصلتش. وليداتي اللي الكبيرة عانت معايا بزاف وصبرت معايا بزاف، حرمتها من حق خصها تعيش، حق الدراسة. تمنيت بنتي تدخل عليا لابسة طبلية، فرملية، ولا دكتورة، ولا محامية، ولا أي حاجة. حياتنا كلها وحنا دار حلو، وجا واحد العام قلنا نستقروا تاع حنا كيف الناس ونشدوا دار، ولكن الرجل ما قدرش يتحمل ديك الطريطة، توقف على الدفع ديال الطريطة. إلا الشركة المسؤولة تصيفط لنا إنذارات، من بعد إنذارات، آخر إنذار قال لك إلا ما دفعتوش راه غنوصلوا الملف للمحكمة. يعني غادي يجي النهار اللي غادي يجريو علينا فيه. هذا نهار منتظرة تنفيق وتنعس على هذا المشكل. هذا نحس داكشي باش تنجري وتنجري باش نستر وليداتي ونجمعهم ما يتشدوش ليا. الا انا راه ما قدرتش باقي نوفر ليهم هذا الحق. دابا تنوجه نداء الناس المحسنين اللي في قلبهم رحمه. الناس انا ما قاطعش امالي في رحمه الله سبحانه، الا هو اللي بفضلو غادي يحن يصيفطكم ليا تحنوا عليا. تنطلب من الناس يحاول يلقاو ليا حل هذا المشكل، لانه الا بقيت عايشه هذا المشكل وليداتي كلهم غيتشتتوا ليا وغيتشردوا ليا. ما قدرتش نوفق ما بين جوج حاجات، ما بين الدور ديال الاب وديال الام.
الا حاولت الا خدمت نوفر لهم باش يعيشوا. يعني فينا فينا هو الحنان ديال الام في الدار؟ فينا هي المراقبه؟ فينا هي يعني وليداتي عايشين غير بوحدهم ببعضياتهم، ما قدروش باقي يتحملوا هاد المعيشه هادي، وبسبب هاد المشاكل وليداتي غادي يخرجوا ليا وحده ورا وحده. كيف ما ترزيت في البنيه الاولانيه غادي نترزى فيهم كلهم. وكنطلب من بنتي يعني تحن عليا وترحمني وترجع عندي، يعني الظروف ان شاء الله غادي تحسن. ولا ما قدرتيش يا بنيتي تصبري لهاد الظروف اللي تفرضت علينا، ما عندنا ما نديرو.